السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة على قناتكم بذرة. عنوان حلقة اليوم: ثلاثة خطوات أو ثلاثة نصائح للعناية بنبات السجادة أو الموبرة أو الكولياس في فصل الشتاء. إذا في فصل الشتاء نبتتنا أصدقائي تحتاج لمعاملة خاصة. نتلقى العديد من الأسئلة من الأصدقاء الذين يعانون من مشاكل تساقط أوراق السجادة وذبولها في هذا الوقت الذي تنخفض فيه درجات الحرارة وتكثر فيه التيارات الهوائية الباردة والقوية، وأكيد أن نبتتنا لن تقاوم هذه الظروف الصعبة. إذن سأشرح لكم هذه الخطوات، وفي نفس الوقت تلاحظون أني أنقل نبات السجادة الذي اشتريناه من المشتل، سأنقله لهذا الوعاء الأكبر. وضعت هنا يعني تربة خفيفة جيدة الصرف. إذن كما قلت سأذكر لكم الخطوات التي تمكننا من الحفاظ على نبتة السجادة، وفي نفس الوقت سأنقل النبتة لهذا الوعاء. عملية نقل النبتة لوعاء أكبر يعني عملية جد مهمة، ليس فقط للسجادة بل لكل النباتات. إذن نعود الآن لموضوعنا. أول خطوة نقوم بها هو إدخال نبتة السجادة للبيت. في حال كنت تضعها في السطح أو في بلكونة غير محمية ومعرضة للتيارات الهوائية، ندخلها للبيت في مكان درجة حرارته ما بين 18 و 24 درجة، وهي الدرجة التي ستحمي نباتك من الموت والذبول. إذا كنت تضع النبات في حوض كبير أو تزرعه في الأرض فلا بد من تغطيته بكيس من النايلون فيه ثقوب ويوفر الدفء للنبات، وبمجرد ظهور أشعة الشمس لا بأس من إخراج النبات للخارج وتعريضه للشمس. إذن ثاني خطوة هي اختيار مكان داخل البيت إضاءته جد قوية، لأن زخرفة وتوهج ورقة السجادة والذي من أجله نقتني هذا النبات يعني ونزين به بيوتنا، أقصد هنا الزخرفة وتعدد الألوان. إذن للحفاظ على هذه الزخرفات لا تضعه في مكان إضاءته خافتة، ضعه قرب مصدر قوي للضوء. ثالث خطوة هي الري. في فصل الشتاء قلل الري واروي النبات بمعدل مرتين في الأسبوع، وطبعا حسب نوع التربة التي تستعمل لنبتتك. إذن نستمر في نقل نبتة السجادة لهذا الوعاء، وتشاهدون أن الطريقة أصدقائي جد سهلة. نحرك هكذا السجادة. أكثر شيء يزعجها هو الصرف الجيد، لذلك لا بد من الحذر عند ري السجادة وزراعتها في تربة تكون خفيفة وجيدة الصرف. إذن الإضاءة والري والحرارة ثلاث عوامل مهمة نضيف إليها السماد. حاول ما أمكن المداومة على تسميدها طوال السنة مرة في الشهر، ونتوقف عن التسميد شتاء. بالنسبة للتسميد شتاء أصدقائي فأحاول قدر الإمكان يعني إضافة سماد القهوة، وهو سماد يعني غني بالنيتروجين فيجعل أوراق السجادة متألقة ومتوهجة. إذن كما تلاحظون الآن انتهينا من نقل نبتة السجادة لهذا الوعاء. وهنا أصدقائي عند نقل النبتة كما تشاهدون يعني وجدت هذه البذور، لذلك عند زراعة أي نبتة في التربة حاول ما أمكن يعني أن تستعمل تربة جيدة، ونتفادى يعني أي تربة بها بذور أو شوائب أو ما شابه ذلك. إذن كما قلت بالنسبة للسماد أضف فقط نصف الكمية التي تضيف باقي يعني الفصول، دون أن ننسى لتصفح أوراق السجادة وخاصة من الأسفل يعني بهذه الطريقة، حتى نتفادى يعني هجوم الدودة الخضراء على النبات. بالنسبة للدودة أصدقائي فهي يعني تستقر هنا أسفل الورقة دون أن ننتبه إليها،
بعدها تبدأ هذه الثقوب في الظهور، حينها نجد أن مكافحتها يعني شيئا ما صعبة. لذلك حاول ما أمكن تفحص أوراق نباتاتك بشكل يومي. بالنسبة للورقة لا ترش الماء أو الأسمدة عليها. نتخلص من الأوراق الذابلة وكذلك من الأغصان التي بدت عليها علامات الذبول. بهذه النصائح المتواضعة أصدقائي، تأكد أن نبتتك في فصل الشتاء ستبقى سليمة، أوراقها متوهجة. إذا أصدقائي وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أتمنى أن تنال إعجابكم. شكرا وإلى اللقاء.